بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية. نستأنف مع موضوعنا السابق المتعلق بالسفر عبر الطائرة الايغوبور. إذن عندنا بقية هذه المصطلحات، مثلا ان تيرمينال. طبعا تيرمينال تأتي في الحقيقة كأدجكتيف، إذن نتكلم عن ختامي، نتكلم عن شيء يأتي في الخاتمة، يأتي في الأخير. طبعا المقصود به هناك اسم مكان نهاية السفر ان تيرمينال. ثم عندنا ان شاريو، اذا نتكلم عن عربة او في حالة اخرى نتحدث عن عربة الاطفال رباعية العجلات، اذا تسمى ان شاريو. ثم عندنا لو كونتوار دونغريستخومون، اذا نتكلم عن مكتب التسجيلات، مكتب التسجيل أو مكتب التسجيلات. ثم إن كارت دومباكومون، إذا نتكلم عن بطاقة الركوب. ثم عندنا أنيسكالاتور، إذا نتكلم عن دراج متحرك. أنيسكالاتور، إذا نتكلم عن دراج متحرك. ثم عندنا لو كونترول دو سيكوريتي، إذا نتكلم عن مراقبة الأمان، كما نتكلم عن مراقبة السلامة. إذا نتكلم عن المكان الذي يدخله الشخص ليتبين عدم حمله لأي شيء ممنوع السفر به، إذا لو كونترول دو سيكوريتي. ثم عندنا لابورت دومباكومون، إذا نتكلم عن مكان الركوب، إذا نتكلم عن باب الركوب لابورت دومباكومون. ثم عندنا ان اسكالي داكسي، اذا نتكلم عن دراج الصعود الى الطائره. ان اسكالي داكسي، كما نتكلم عن دراج الوصول، المقصود به هنا كما نلاحظ دراج الصعود الى الطائره. ثم عندنا هذه العلامه التي تشير الى لاتواليت، اذا نتكلم عن المراحيض. طبعا عندنا لو ديكولاج، كما رأينا إقلاع الطائرة يسمى لو ديكولاج. ثم كما نلاحظ في الصورة التالية لاتيريساج يعني نزول الطائرة. طبعا لو ديكولاج ومنه لو فيرب ديكولي، كما رأينا فعل أقلاع، إذا تكلمنا عن الطائرة. ثم لاتيريساج ومنه فعل أتيغيغ يعني نزل على الأرض. ثم عندنا لا بيست دو ديكولاج، إذا نتكلم عن طريق الإقلاع، أو لا بيست داتيريساج وهي نفس طريق النزول. في المطار هناك طرق تمشي عليها الطائرة للإقلاع أو تنزل عليها الطائرة، إذا نتكلم عن لا بيست دو ديكولاج وبيا لا بيست داتيريساج. ثم عندنا لا تور دو كونترول، برج المراقبة، نتكلم عن برج المراقبة، لا تور دو كونترول. طبعا كلمة كونترول منها لو فيرب كونترولي يعني راقبة. ثم عندنا لا نافيت، إذا نتكلم عن مركبة أنها تذهب عبر خط قصير. ثم عندنا لو تابي غولون، كما نتكلم عن البساط الدائر. لو تابي غولون، إذا نتكلم عن البساط الدائر الذي نضع عليه الأمتعة من أجل المراقبة، الذي نضع عليه أمتعتنا ثم تتحرك الأمتعة من أجل مراقبتها. ثم عندنا لدوان الجمارك. ثم عندنا ديبار انطلاقة، ومنها فعل بارتيغ. طبعا ديبار كما نتكلم هنا عن انطلاقات، نتكلم عن انطلاقات متعددة نحو وجهات كثيرة. ثم عندنا أغيلي، طبعا نفس الكلمة هنا أيضا أن منتهية بأس، إذا نتكلم عن جمع وصول، المقصود هنا مجموعة وصول، ممكن نقول وصول من مجموعة اتجاهات. إذا هناك طائرات
تأتي وكل واحدة لها حد مكان الوصول. إذا نتكلم عن أغيري أس، الفقرة السابقة كنا قد وصلنا إلى بلافيو يعني في الطائرة، ثم رأينا كل هد التعليمات. كنا قد وصلنا إلى هد الفقرة، رأينا فيما سبق مثلا نزال بخيزونتي لكونسين دو سيكوريتي، إذا نحن سنقدم لكم نصائح السلامة، أو بمعنى أقرب نحن سنقدم لكم تعليمات السلامة. لكونسين تعني تعليمات، أما لكونساي فالمقصود بها طبعا النصائح، ممكن أن الإنسان يأخذ بها أو لا يأخذ بها، أما هنا فنتكلم عن تعليمات على الإنسان أن يلتزم بها، إذا نتكلم عن لكونسين. إذا نستمر مع هد الفقرة، ثم تقول المضيفة لزاج زاباغي إلكترونيك تانتيردي pendant le décollage et l'atterrissage. L'usage des appareils électroniques est interdit pendant le décollage et l'atterrissage. L'usage, tabanat kalaman, istimel. L'usage, l'inksud bi, istimel. Des appareils électroniques, idan istimel ajliza l'électronia, bima fi l'hatif matelan, est interdit. Yani annaha mamnoua. Pendant le décollage, أثناء الإقلاع وأثناء النزول وأثناء نزول الطائرة. Nous allons bientôt décoller. نحن قريبا سنقلع. Nous allons bientôt décoller. Nous allons bientôt décoller. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. شكرا لانتباهكم. Nous vous souhaitons un bon vol. Nous vous souhaitons un bon vol. Nous vous souhaitons un bon vol. نحن نتمنى لكم. Le verbe souhaiter, المقصود به فعل تمنى. إذا nous vous souhaitons un bon vol. نحن نتمنى لكم طيرانا جيدا، طيرانا طيبا إلى غير ذلك. المقصود به نحن نتمنى لكم رحلة طيبة. Nous vous souhaitons un bon vol. À 19h30. Le steward amène un plateau repas et offre des boissons. L'avion atterrira à 3h54. À 19h30, le steward amène un plateau repas et offre des boissons. L'avion atterrira à 3h54. Un plateau repas et offre des boissons. Mais à 7h30 مساء, le steward amène. إذا نتكلم عن المضيف يقدم. المضيف يأتي بي. المضيف يأتي بي عن بلاتو غوبا. كلمة بلاتو ممكن أنها تعني مرتفع أرضي تسمى بلاتو، ممكن أنها تعني خشبة المسرح، خشبة المسرح تسمى بلاتو، لكن كما عندنا هنا كلمة بلاتو تعني صحن عن بلاتو غوبا. إذا نتكلم عن صحن خاص بالأكل. ثم يمنح مشروبات. طبعا نتكلم هنا على الغاب أوفخيغ، سلو غاب أوفخيغ هذا فعل منع. ثم يعرض مشروبات. À 19h30 le steward amène un plateau repas et offre des boissons. مع 7:30 مساء المضيف يأتي بصحن أكل ثم يعرض مشروبات أو يعطي مشروبات أو يمنح مشروبات. L'avion atterrira à 3h54. الطائرة ستنزل. طبعا عندنا هنا الوظيف التغيير أو فيتيخ سامبل، إذا عندنا فعل نزل. طبعا نتكلم عن الطائرة أو الصاروخ إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن الوظيف التغيير، إذا لافيون التغيير أتخوزو سيكونت كاتر، الطائرة ستنزل على الأرض مع الساعة 3:54. لاغيري أمونتغيال، إذن الوصول إلى مدينة مونتريال بكندا. لاغيري أمونتريال، إذن الوصول إلى مدينة مونتريال بكندا. إميلي إي ماكس سورت دو لافيون، سيلو فيرب سورتير فعل خرج ومنها لا سورتي مكان الخروج. إميلي إي ماكس سورت دو لافيون، إذن إميلي وماكس يخرجان من الطائرة. إي سو ديغيج ثم يتوجهان. لو فيرب سورتير
تصرف الحاضر طبعا هو مصرف في الماضي، لكن من حيث الشكل هنا هو مصرف في البخيزون. البخيزون طبعا ممكن أن يدل أحيانا على الماضي ويقدمه في صيغة الحاضر، وكأننا نتابع الحدث مجددا. هذا هو المقصود بهذا البخيزون في هذه الحالة. إذا إيميلي إيماكس سوغ دو لافيون، إذا إيميلي وماكس يخرجان من الطائرة سو ديريج فيغ لا سورتي، ثم يتوجهان نحو الخروج أو نحو مكان الخروج. إيفون روبخوندغ لوغ باجاج، ثم سيأخذان لوغ باجاج متاعهما، ثم يأخذان قريبا كما نقول متاعهما. طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن هدفون هذا لوفيرب ألي، لوفيرب ألي طبعا لوفيرب ألي المقصود بذهب، لكن هنا يأتي كمساعد. لوفيرب ألي ممكن أنه يأتي أحيانا كمساعد نصرف من خلاله فعلا آخر. إذا هنا المقصود أن نصرف لوفيرب reprendre، يعني أنك تأخذ من جديد. طبعا لوفيرب prendre أنك تأخذ، reprendre أنك تأخذ من جديد. إذن إيميلي وماكس سيأخذان من جديد متاعهما، لأن متاعهما في البداية كان معهما. هاد الصيغة تسمى لو فيتور بروش. عندما نصرف فعلا مع لو فيرب ألي يعطينا صيغة لما يسمى بلو فيتور بروش، كما نتكلم عن المستقبل القريب. إذا طبعا إيميلي وماكس سيأخذان قريبا جدا متاعهما، إذا سنقول ils vont reprendre، ils vont reprendre أو bien ils vont prendre leur bagage، إذا هما سيأخذان قريبا جدا متاعهما. C'est la première fois qu'ils vont à Montréal، إنها أول مرة يذهبان. qu'ils vont، لاحظ هنا عندنا devant لوحدها، إذن هنا نتكلم على الفيرب ألي. إذن نتكلم هنا على الفيرب ألي ليس كمساعد بل كفعل حقيقي. سي لا بروميير فوا كيل فون ا مونتريال، إنها أول مرة كيل فون بأن يذهب، بأنهما ذهبا بمعنى آخر ا مونتريال إلى مدينة مونتريال. ils sont un peu perdus، ils sont un peu perdus. طبعا perdu هذا لو فيرب perdre فعل فقد، عادة لو فيرب perdre يصرف مع avoir. نقول مثلا j'ai perdu ma clé، انا فقدت مفاتيحي. لكن هناك من نلاحظ بان perdre مصرف مع être. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بان ايميلي وماكس أنهما هما اللذان فقدا. إذا طبعا سنصرف لو فيرب بيردر مع إتر، نصرف لو فيرب بيردر مع لوكسيليير إتر. إذا نقول ils sont perdus، ils sont perdus، إذا هما فقدا، لكنهما لم يفقدا تماما، لم يفقدا تماما، لكن هما شيئا ما فقدا. إذا نقول ils sont un peu perdus، ils sont un peu، إذن هما شيئا ما un peu perdu، يعني أنهما فقدا. ils vont donc au guichet، هما إذن ذهبا. ils vont donc، إذن هما ذهبا إذن au guichet، كما نقول إلى المكتب au guichet d'information، إلى مكتب المعلومات. ils vont donc au guichet d'information، حتى يفيدهم بنصائح ما وحتى يتمكن من معرفة وجهتهما. بونجور جو بو فوزيدي، بونجور يوم سعيد جو بو فوزيدي، يمكنني مساعدتكم. جو بو هذا الفيرب بوفوار فعل استطاع أو أمكن، إذن جو بو فوزيدي يمكنني مساعدتكم، المقصود إسكو جو بو فوزيدي، هذا هو المقصود، هل يمكنني مساعدتكم. ثم يقول أحدهما j'aimerais savoir comment aller au centre ville، j'aimerais savoir comment aller au centre ville،
J'aimerais savoir comment aller au centre-ville. J'aimerais savoir comment aller au centre-ville. J'aimerais savoir. أحب معرفة. أبعد كما تلاحظ بأن الفيرب أمي مصرف أو كونديسيونيل بريزون. لماذا؟ للإحترام. Bonjour, je suis Saïd. J'aimerais savoir comment aller au centre-ville. إذن j'aimerais savoir. أنا أحب. من فضلكم كما نقول. Comment aller au centre-ville. كيف أذهب إلى وسط المدينة. Comment aller au centre-ville. كيفية الذهاب إلى وسط المدينة. إذن centre-ville ممكن يعني وسط المدينة أو ممكن يعني المدينة القديمة. Vous pouvez prendre un taxi ou bien un bus. Vous pouvez prendre un taxi ou bien un bus. Ou bien un bus. يمكنكم أن تأخذوا تاكسي أو بين أن بيس أو تأخذوا حافلة. نبريفيرون لو بيس. نحن نفضل الحافلة. نبريفيرون لو بيس. نحن نفضل الحافلة. سي بلو إيكونوميك. سي بلو إيكونوميك. إنها أكثر اقتصادية كما نقول. سي بلو إيكونوميك. إنها أكثر اقتصادية. من خلال إيميلي وماكس الحافلة أقل تكلفة من التاكسي. فوزافي إن نافيت qui passe toutes les 15 minutes, qui passe toutes les 15 minutes et qui coûte 10 dollars. Vous avez une navette. Vous avez une navette. Et donc, vous n'avez qu'un markaba. عندكم markaba. Vous avez une navette. أنتم عندكم markaba. كما تنقول احنا بالدارجة عندكم واحد المركبة. Vous avez une navette. عندكم markaba. المقصود il y a une navette. هناك مركبة. Qui passe toutes les 15 minutes. طبعا النافيت المقصود بها مركبة أنها تتردد بسرعة وتذهب لمسافة قصيرة. وتذهب لمسافة قصيرة. أنها تشتغل على خط قصير. إذا vous avez une navette qui passe toutes les 15 minutes et qui coûte 10 dollars. عندكم مركبة التي تمر كل 15 دقيقة et qui coûte 10 dollars. والتي تكلف 10 دولارات. Parfait. Parfait, جميل. Parfait, parfait. كما نقول بأنه تام. أو بمعنى آخر جميل. Où doit-on l'apprendre? Où doit-on l'apprendre? Où? يعني أين? Doit. Doit هذا الفيرب devoir. أين يتوجب? On. يعني نتكلم علينا إحنا. إذن كما نقول أين يمكننا? Où doit-on? أين يمكننا? طبعا هاد on في هاد الحالة اللي عندنا أنا أنها تشير إلى إيميلي وماكس ولكن بدون أن تشير لهم بشكل مباشر. إذن طبعا هذا أنها تشير إلى ضمير ما ممكن أنها تشير إليك أنت ممكن أنها تشير إلى الناس ممكن أنها تشير إلى شخص معين لا نريد ذكره أو كما في حالتنا هنا ممكن أنها تشير إلى نو إلى الضمير نو تشير إلى نحن تشير إلى نو ولكن بشكل غير مباشر كما في حالتنا هنا او دواتون لابخوندر أين يمكننا أخذها كون وصغتي عندما تخرجون سو فوتر غوش على يساركم سو سون دو غرو بيس بلو إنها حافلات ضخمة زرقاء إنها حافلات ضخمة زرقاء سو سون دو غرو بيس إنها حافلات ضخمة بلو زرقاء إذن عندما تخرجون على يساركم سترون حافلة ضخمة زرقاء إنها هي إنها المركبة التي أحدثكم عليها Quand vous sortez sur votre gauche ce sont de gros bus bleus. Et combien de temps dure le trajet? Et combien de temps dure le trajet? Et combien de temps dure le trajet? طبعا عندنا هنا le verbe durer المقصود به استمر لوقت ما استمر لوقت ما Et combien de temps dure le trajet? وكم من الوقت يستمر كوقت le trajet? هذا الخط الخط الذي تأخذه المركبة أو الطائرة أو أي جسم متحرك يسمى le trajet. Et combien de temps dure le trajet? وكم من الوقت تستغرق المسافة كما نقول وكم من الوقت تستغرق المسافة أو يستغرق الخط Il dure environ 1h15. Il dure environ 1h15. إذن هو يستمر كوقت. إذن هو يستغرق environ. يعني تقريبا. Environ. تقريبا.
إنه 15 ساعة وربع، ساعة وخمسة عشر دقيقة، قدم الآخر ساعة وربع. داكور، متفق. داكور، متفق. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. أو ريفوار، شكرا كثيرا. أو ريفوار، إلى اللقاء. ثم يقول الشخص الموجود بالمكتب أو ريفوار بون فواياج، أو ريفوار بون فواياج. مع السلامة، رحلة جيدة. مع السلامة، رحلة طيبة. Il sort et se dirige vers le bus. إذن هما يخرجان. Et se dirige vers le bus. ثم يتوجهان نحو الحافلة. Il sort et se dirige vers le bus. هما يخرجان ثم يتوجهان نحو الحافلة. ثم يقول أحدهما Bonjour, deux billets pour le centre-ville. Bonjour, deux billets pour le centre-ville. Deux billets pour le centre-ville, s'il vous plaît. Deux billets pour le centre-ville, s'il vous plaît. ورقتان لوسط المدينة من فضلكم. Bonjour, deux billets pour le centre-ville, s'il vous plaît. Deux billets pour le centre-ville, s'il vous plaît. تذكرتين لوسط المدينة من فضلكم. ثم يقول له الشخص الذي يبيع التذاكر Ça sera 20 dollars. Ça sera 20 dollars. Ça sera 20 dollars. إذن ستكون 20 دولار. بشكل مختصر هنا ستكون 20 دولار. هكذا يقولون. Ça sera 20 dollars. Ça sera. Sera طبعا هذا le verbe être. كما نقول كان. كما نقول كان. Ça sera. إذن هذا سيكون 20 دولار 20 دولار. المقصود هنا بمعنى آخر سيكون ثمن التذكرتين 20 دولار. سيل فو بلي، من فضلكم. فوسي فو بيي، ها هي تذاكركم. فوسي فو بيي، ها هي تذاكركم. توني، خذوا. طبعا عندنا هنا لوفاب تونيغ، قلنا لوفاب تونيغ. نقول احيانا تيه، تيه، يعني خذ. لكن في الجمع نقول توني، يعني خذوا. ميرسي، شكرا. التذاكر يعطي التذكرتين لإيميلي وماكس. إذن يقول لهما Voici vos billets. ها هي تذاكركم. توني ميرسي. توني ميرسي. خذوا شكرا. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.